إلغاء الرحلة ليومين متتاليين وحالة احتقان بين الركاب والطاقم والشرطة تتدخل. ماذا حدث لطائرات الخطوط الأفريقية المتجهة إلى مطار ماتيجا في مطار اسطنبول الدولي؟ إليكم التفاصيل. حالة من الاحتقان والغضب عاش على وقعها ركاب طائرة الخطوط الأفريقية ليومين متتاليين والتي كانت متجهة من مطار اسطنبول الدولي إلى مطار ماتيجا الدولي بسبب تعطل الرحلة وإلغائها عن موعدها. وبحسب مقطع فيديو مصور لأحد ركاب الطائرة فقد تم إلغاء الرحلة بسبب عطل فني أدى لإلغاء إقلاعها بعد تحركها على المدرج وعدم منح الإذن لطاقم الطائرة بالإقلاع، الأمر الذي أثار غضب الركاب الذين قضوا ساعات طويلة من الانتظار. تفاقم أجواء الغضب داخل الطائرة أدى إلى تدخل الشرطة بعد رفض بعض الركاب مغادرتها في محاولة لتهدئة الأجواء إلى حين إيجاد حل ينهي معاناة ساعات من الانتظار.